بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله في عندي طريقة عمل قرايش كتير طيبة على الفطور وبأي وقت ممكن ناكلها. المقادير اللي عندي هون، في عندي نص كيلو طحين، المقادير هاي لنص كيلو بس، معلقتين كبار سمسم محمص، عندي هون بدي أخذ واحدة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الباكيت هاي بس، معلقتين كبار شومر، معلقتين برضو كبار ينسون، كوباية حليب دافي، وممكن نستبدلها بالمي الدافية. بدنا ناخذ رشة ملح، وهون عندي كوباية كبيرة نفس المقدار تبع الحليب، سمنة، وخلطتها بشوية زيت، وبرضو هلا هي ساخنة شوي كمان سخنتها. هلا بدنا نبلش نحط الطحين لعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نص الكيلو هلا بدي احط عليه. عنا السمسم، المقادير الناشفة اول، واليانسون، ممكن تحطوا دقة كعك او محلب او حبة البركة، هذا كل حسب الرغبة اللي بتحبوها. بسم الله الرحمن الرحيم، هيا هلا نحط عنا معلقة من البيكنج باودر. انا بحط بيكنج باودر، بحب تخمر براحتها، بحبش اخمرها كتير بالخميرة لانه ممكن تبوظ مع الخميرة، انطولت هيك احسن براحتها، بنتحكم فيها يعني، نتحكم فيها براحتنا. ارش كمان هون رشة ملح. بسم الله، هلا شوي شوي بدي احط ان هاي السمنة انا سخنتها، هاي شايفين كيف ساخنة، طبعا هلا ما بدي اعملها بايد لانها ساخنة، بدي احركها بالمعلقة شوي شوي. بسم الله، بس تتشربها بحركها بايدي عشان تختلط كل المقادير اللي جوا الناشفة فيها. بسم الله، اشوف منيحة هلا عشانها ساخنة. هلا هيك نبلش، بسم الله شايفين كيف هي، نمزج كل المقادير مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، هي نخلطها مثل البس، الحبات كلها تتجانس مع بعض، شايفين ريحتها كتير حلو مع البهارات. نضل نبس فيها لما تتجانس كل المقادير مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي تقريبا هاي بسيتها شي 10 دقايق مع بعض هيك، هاي شايفين كيف تخالطوا كلهم مع بعض وتجانسوا. هلا شوي شوي بسم الله بدي انزل الحليب مثل ما قلت، او المي، بدنا اياها تكون عندنا عجينه مش متماسكه كتير، عجينه نقدر نشكلها شوي شوي. بنزل الحليب اللي عندنا، بسم الله الرحمن الرحيم، هاي ممكن كاسه الحليب كلها وممكن اقل، احنا شوي شوي عشان في حليب طحين بيشرب وطحين لا، هاي شايفين هاي. بسم الله الرحمن الرحيم، معلش انا هاي تميت اعجن فيها، معلش سامحوني بالوصفة، في معلقتين كبار سكر طبعا، هاي اخر شي، وبرضو الحليب عندي انا حطيت كمان شوي من الحليب لانه اخذت الكاسة كلها، هاي شايفين هاي حطيت اخر شي السكر طبعا، هاي بتذوب بسرعة مع الحليب، هاي شايفين كيف العجينة طرية عنا، نضل نعجن فيها مثل ما قلت حسب الطحين، هاي شايفين هاي نعجنها منيح. وانا بدي اريحها حوالي بس شي نص ساعة لانه مش خميرة اللي فيها، بس بيكنج باودر، بديها ترتاح شوي عشان اعرف اشكلها. هاي عجنها منيح منيح، بسم الله، هاي شايفين مثل ما قلت هياتني عجنتها بالسكر اللي حطيناه بالاخر، انا ما بحبها كتير حلوة، ممكن انتو تكتروا اكتر السكر،
هاي شايفين كيف؟ هلا هاي شايف كيف العجينة؟ هلا بدي اريحها مثل ما قلت نص ساعة، وإذا أنتم بتحبوا تحطوا خميرة بتسيبوها لتخمر، أنا طبعا ما بحب أحط فيها الخميرة، بلاقي بكون موضع أحسن. هاي نسيبها نص ساعة هيك ترتاح ونرجع لها. هيك أنا سبتها حوالي نص ساعة. هاي بسم الله الرحمن الرحيم، هاي شايفين كيف مرتاحة. هاي هلا شوي شوي بدي هون، طبعا أنا مسحت هون ونظفت، بدي أفردها للتأكيد على النظافة، بس أخذت شقفة من العجينة نفسها. ها بدي بسم الله بس أمشي هون عليها أنظف. بسم الله الرحمن الرحيم، هلا بدي أبلش أرقها. هاي شايفين كيف العجينة طرية، أو بتقسموا العجينة على نصين وبترقوها بالراحة شوي شوي. المكان على هون يكون واسع، بتمدوها قد ما بدكم كتير، بتمدوها بسم الله. شايفين انا كيف رقيتها؟ هلا انا جبت هيك سكينه، ممكن تجيبوا سكينه عاديه، وبدي بالطول هيك حسب ما انتم بتحبوها، عريضه رفيعه، شايفين يعني بالنظر هيك. بدي اقصها هيك بالطول بسم الله الرحمن الرحيم، او ممكن بالورق بتعملوها، او ممكن تخلوها هيك وتحطوا بقلبها تمر او عجوه مثل ما بنقول، او حلقوم بقلبها. هاي شايفين كيف انا بدي اقصها، حاولت كلها اعملها متساويه بسم الله الرحمن الرحيم، او اللي انا ايده بتاخد هيك ممكن احط مسطره. بسم الله شايفين كلها حاولت اعملها بنفسي. هلا نيجي هون، بس اذا بدنا نظبط الاطراف ونقصها حجم حسب الحجم او الطول اللي بدنا اياه، هيك هي مثلا هيك بدنا اياها، هي شايفين، او على اصغر. نحاول بس نشوف كيف تطلع معنا. هاي شوي شوي بالراحة. هاي شايفين كيف؟ هاي ممكن برضو نمدها شوي، أنا هيك مرتاحة، ونجيب صينية ونرصهم هلأ عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي شايفين عجنتها كتير طرية بسم الله. هنا انا حطيتهم هيك بالصينيه، بدي احطهم بفرن حميته قبل 150 درجه، وكل واحد حسب الفرن اللي عنده. وهلا بنشوفهم لما يطلعوا، هياتهم طلعوا عندهم من الفرن الكراكيش شايفين، وخمرانين هياتهم بدون خميره، سخنين لسه. هلا نقدمهم نحطهم بالجاط ونشوف كيف. هي عنا الكراكيش جهزوا مثل ما قلت، هياتهم بدون خميرة شايفين. ان شاء الله بتعجبكم الطريقة، وما تنسوا اذا عجبكم الفيديو تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس، وصحة وهنا ان شاء الله.